اليوم الثاني يوم جميل يوم مبشر بالخير لانه الحمد لله الملاحظات اللي اعطيناها في اليوم الاول ولا حتى الاعمال التطبيقيه اللي كانت عباره عن نشرات اخبار يعني كان هناك ملاحظات اليوم تم تجاوزها واستفاد منها عدد كبير جدا من المشاركين اللي شاهدناهم على غرار يعني نعطي امثله كنا نتحدث عن طريقه القاء عناوين الاخبار وكيف يمكن لغتها وايضا الايقاع والصوت ومستوى الصوت يكون جاذب ربما للمتلقي لكي يتابع النشره فوقعوا بعض الاخطاء في الدروس التطبيقيه التي كانت يوم امس اليوم اللي قدموا نشرات اخبار تفادوها. ايضا على مستوى الربط مع المراسلين في مجموعه من المدن او حتى مع خبراء في التحليل في الشان السياسي او الاقتصادي بالنظر للمواضيع المستخدمه في النشرات كان هناك يعني درجه عاليه من المهنيه نقدر نقول للمشاركين وهي الاخطاء اللي وقعوا فيها في اليوم الاول ولكن تفادوها في اليوم الثاني سررت أه باداء بعض العناصر على مستوى تقديم نشرات الاخبار اليوم أه في نفس الوقت تفاجات ايضا بقدرات لبعض الاشخاص في اداره البرامج الحواريه يعني حدثناهم بالامس وقلنا لهم غدا خصكم يكونوا يعني محضرين افكار لبرامج حواريه وضيوف ايضا وتسجيل بعض التقارير فتمكنوا في ظروف يعني أه نقول صعبه لانه العدد كبير وفي نفس الوقت يعني بوقت كان ضيق انه من البارح في الليل يكونوا حضروا اليوم صباح اليوم يحضروا مواضيع ويحضروا ضيوف ومحاور للقاء وسجلوا بعض البرامج اللي كانت صراحة غنية بالمواضيع وأيضا فيها إدارة حوار بشكل جيد وفيها حتى وعي بما تم تقديمه من نظري يعني أنواع البرامج الحوارية فكان هناك يعني ضبط لهذه المحاور غدا إن شاء الله غنستكملوا معهم تسجيل عدد من البرامج الحوارية في دروس تطبيقية أخيرة ومن ثم غادي يكون تتويج ديالهم ديال. <applause>